سؤال مهم كمان وردنا، بيقول شو هي أهم الكتب في مجال المال financial section؟ طبعا في كثير كتب بعدد لا تتخيله. المال موضوع كبير جدا، تخصص كامل بإدارة الأعمال، فاينانشال، المحاسبة والمالية طبعا تخصصات مهمة. وفقا لإحصائية حديثة بينشر سنويا في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية 11,000 كتاب سنويا، 3 فقط منها، ركز معي، مش 3%، 3 كتب فقط من 11,000 كتاب تستحق القراءة. السؤال الأهم هون، أنت كقارئ شلون بدك تعرف هدول 3 كتب من 11,000 كتاب؟ هون بنرجع لأهمية موضوع التدريب الكوتشينج، وخاصة التدريب الاحترافي. طبعا المدرب الاحترافي بيوفر عليك الجهد تبع 11,000 كتاب، بيعطيك الخلاصة 3 كتب. في دورات كثير بالقسم المالية، منها المحاسبة لغير المحاسبين، المالية، إدارة المشروعات الصغيرة، في كثير دورات ممكن تستفيد منها في مجال المالية. بناء على السؤال، ما هي أهم الكتب في قسم المالي؟ في كثير كتب طبعا، أنا نشرت عدد من الكتب على قناتي على اليوتيوب، مراجعات لكتب تنمية الذات في قسم المالية، وكلها راح تلاقيها بروابط بوصف الفيديو تحت. لذلك اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات ليوصلك كل جديد. مدرب المهارات معاذ الشحمة. إذا بدأنا في كتاب أشهر الكتب، كتاب أسرار عقل المليونير، طبعا أنا نشرت كمان دورة الذكاء المالي على قناتي على اليوتيوب، راح تلاقي وصف بالوصف الفيديو تحت، تلاقي رابط دورة أسرار عقل المليونير هارف إيكر. في كتاب ثاني مهم، أصنع المزيد من المال، أغنى رجل في بابل، كمان من الكتب المهمة للقسم المالي. كتاب الأب الغني والأب الفقير لروبرت كيوزاكي، جميع كتب روبرت كيوزاكي تعطيك تصورات واضحة في قسم المالية. نشرت مراجعة للكتاب بوصف الفيديو تلاقيه. الأب الغني والأب الفقير كتاب من الكتب المهمة جدا. كتاب المرجع الكامل للمشروعات الصغيرة، كمان المفتاح الرئيسي للثراء. في كتاب النموذج الرباعي للتدفقات النقدية لروبرت كيوزاكي، كمان موجود بالوصف. أهم 50 كتاب عن عمل الرخاء، كمان هذا الكتاب لحاله يعني بيعطيك 50 كتاب و50 كتاب ثاني إضافية. أهم 50 كتاب عن الرخاء تحت بوصف الفيديو، مجموعة من المؤلفين كتبوا الكتاب. دليل الاستثمار للأب الغني لروبرت كيوزاكي، مرة ثانية روبرت كيوزاكي من المؤلفين المخضرمين في مجال المال. أي كتاب بعنوان المؤلف روبرت كيوزاكي أكيد قيم، يستحق الاقتناء. في كتاب علم الثراء، قواعد الثراء لريتشارد تمبلر، ريتشارد تمبلر مؤلف مجموعة كتب بعنوان قواعد. أي كتاب كمان لريتشارد تمبلر مش بس بمجال المال، ممكن يفيدك ويعطيك إضافة. وبالتالي كتاب اسمه قواعد الثراء، قوانين المال لسوزي أورمان، هي سيدة محترفة بالمال، تعطيك 5 قواعد لقوانين المال، 5 قوانين. كتاب مهم كمان، نشرت مراجعة له بوصف الفيديو تلاقي. المال إتقان اللعبة،
المال إتقان اللعبة، كمان كتاب جديد صدر 2017 أو بعد ذلك. تقريبا بيوقع في 700 صفحة أو أكثر شوي. كتاب يعطيك يعني نظرة شاملة للمال، وبيعطيك خلاصة احتكاك بالأثرياء، لروبنز كاتب ومؤلف كبير جدا، يحضر له بالاستادات أداة كاملة لمحاضراته ودوراته. روبنز من الملهمين والمدربين القويين جدا. أصدر كتاب جديد اسمه المال إتقان اللعبة، كمان كتاب ضروري. في كتاب اسمه فهم الأسهم، في كتاب اسمه دليلك لتقييم الأسهم، كمان كل الكتب هاي موجودة بوصف الفيديو. كتاب القواعد الحديثة للثروة، في كتاب طريقة وارن بافيت. وارن بافيت من الأثرياء الأذكياء، هو بيل غيتس، اثنين هذول. يعني أي كتاب يخص وارن بافيت أو بيل غيتس، سواء هو اللي كتبها أو حد ثاني كتب عن الشخص هذول، عن الشخصين، ممكن تستفيد منهم. بيعطيك شلون بيفكروا هذول الاثنين، بيل غيتس ووارن بافيت. مرة سألوه لوارن بافيت، إذا لقيت سنتات بالشارع بتشيلها وبتمشي ولا بتخليها وبتمشي؟ يعني بشيلها طبعا. فبالتالي كتاب كمان اسمه كيف تنشئ مشروعا تجاريا ناجحا. في كتاب اسمه ابني عضلاتك المالية. كتاب الاستثمار في الأسهم على طريقة وارن بافيت، مرة ثانية وارن بافيت من الناس يعني ممكن تفيدك في المجال المالي. الاقتصاد العجيب، في كتاب حكمة ستيف جوبز التجارية، ستيف جوبز مؤلف علامة أبل، منشئ ومؤسس علامة أبل. ستيف جوبز كمان بيعطيك هذا الكتاب اسمه حكمة ستيف جوبز التجارية، بيعطيك أفكار تنمي عندك المال والاستفادة من خبرة ستيف جوبز. في كتاب اسمه قلة المال أصل من أصول البلاء، في كتاب اسمه المستشار الموثوق، في كتاب اسمه المليونير الفوري، وفي كتاب اسمه مارد في الصين، في كتاب ملاحظات على ثروة الأمم، وفي كتاب من سرق مبيعاتي. كل هالكتب تلاقي رابط اليوتيوب تبعها في وصف الفيديو تحت. نرجع لكتاب أسرار عقل المليونير. يعني لو ركزنا بهذا الكتاب ممكن نلاقي فيديو بالوضوح أفكار بسيطة مبسطة للعوام. إذا بتقرأ الكلمات الكتاب كشخص عامي مش متخصص في الاقتصاد والمالية، تفهم الموضوع، تفهم الكلام، بيعطيك خلاصة الموضوع بشكل مبسط، بيعطيك تقسيم الدخل، نسب الدخل، شلون توزع الدخل، شو هو المخطط المالي، شلون تنمي ثروتك، وبيضحط لك الخرافات المالية، بيفرق لك بين التفكير الفقير والتفكير الثري، شلون بفكر هذا وشلون بفكر هذا، 17 ملف الفروقات بينهم. نشرت أنا دورة كاملة بالإدارة المالية والذكاء المالي، ممكن ترجع لها. هاي كانت أهم الكتب في المجال المالي. إذا بتلاقي كتاب ما ذكرناه وفيه قيمة وإفادة ويستفيد منها المشاهدين ويستفيد منها جميعنا، اكتب لي إياه بتعليق بأسفل الفيديو. بتشعر بأهمية المال بوجودها وبفقدانها. لاحظ المال له أهميته فعلاً.
والمال بيعمل بالمجالات اللي بيعمل فيها، ما له أهمية بالمجالات اللي ما بيعمل فيها. تكلمنا عن أهم الكتب بمجال المالي، والسلام عليكم ورحمة الله.